لما كنت سوق التاكسي وما يكون عندي زباين كنت صف التاكسي واطلع اتمشى بهالمناطق، ما كان يروح من عقلي. عشو كنتي تطلعي؟ شو بيعرفني، كنت اطلع على كل شيء، على الناس يلي بالطريق، كنت شوف الحياة كيف بتكون من كل منطقة. في مرة كنت بشارع وقاعدة عم بتفرج وعرفت انه في مرة عم بتخون زوجها. يعني كنتي مختارة من زمان؟ طبعا. ايه بس انا ما كنت اعمل هالشي قصدا، يعني مو انا اللي بدور على الاحداث، هي بتجي، انا ما بتدخل بخصوصيتهم. طبعا انا ما كنت بعرف لا هداك الزلمة ولا المرة، يعني معقول روح لعنده وقول له ليك مرتك عم تخونك؟ اساسا عرفت هالشي بدون قصدي، معقول صرت مذنبة هلا؟ يعني بكون شاركت بالخيانة؟ وبعدين ما عاد قدرت، صرت احس بتأنيب الضمير. بعدين صرت اشغل حالي واشتغل لحتى ما احس بتأنيب الضمير. بعدين بكل هاي المواقف يلي تعرضت لها مع الزباين انا صرت بعرف اخبارهم. أنا تعبت من كتر الحكي، ليه أنا صرت هيك صار عم بحكي كتير بدون ما أحس، يعني لدرجة ما حدا بيقدر يسكتني. أنا بعرف طريقة بسكتك فيها بس ما بدي تسكتي هلأ. عن جد عم تحكي؟ يعني ما عم تمل مني؟ عم شوفك مثل وردة عم تتفتح، إذا مليت بكون أنا الغلطان. وردة؟ أنا؟ إيه أنت؟ إيه وردة، أنا وردة، فهمت. شو كنت عم أقول؟ أنت صحيح ليش قررتي تدرسي حقوق؟ هاي القصة كتير طويلة. كان عمري 12 سنة، مرة شباب ضربوا سيارة أبي التاكسي، ضربوا وهربوا. يعني أبي حاول كتير إنه يلاقيهم لهدول ولقاهن، وكمان تعب كتير لحتى يخليهم يتحاكموا. وبعدين بيوم رحنا لعند المحامية بالعدلية، السيدة شينيل، مستحيل انساها. سيدة شينيل فاتت لعنا وهي لابسة روب المحاماة وقالت لنا لا تاكلوا هم، رح نربح، عندي المظلوم مستحيل إنه يطلع خسران أبداً. وبوقتها أنا حبيت أني صير محامية مثلها. لك رح تصيري محامية؟ أنا عندي مفاجأة صغيرة إلك. لو ما اشتغلت معك ما كنت رح أرجع فكر أني كمل معك. حبيت الشغل بالقضايا والمحاماة واكتشفت الجاسوسية يلي فيني. لا تقليلي بدك تشتغلي بالاستخبارات؟ لا أبداً، لا مو هيك قصدي. ليك أنا حبيت أني أشتغل بقضايا العالم وحابة ساعد العالم بمشاكلها كمان، ولهيك أنا ما رح صير محامية، رح صير نائبة عامة بالدولة. قررتي تصيري نائبة؟ إيه؟ إيه دقيقة دقيقة، يعني رح ترجعي على جامعتك؟ لحظة. معقول هذا هدفك من كل شيء؟ بستك مشان ما تروحي، وقلت لك اني بحبك بجنون مو عن عبس، كله مشان هالشي. ايه تمسخر لقلك. وكأنه اللي عم تقوله كذب. ما فيكي تتخيلي العبء اللي عشت فيه وقت تخليتي عن جامعتك بسببي. بس قلت لك وفهمتك،
أنا بعرف عذبك ضميرك كتير، بس أنا قلت لك هالشي أكتر من مرة، ما لك علاقة بهالشي. لا تقولي هيك، نحن منعرف الموضوع منيح. على كل حال الشغلة صارت وانتهينا. تعا رح أدرس هالسنة منيح ورح جهز حالي للامتحان، حتى بعرف محامي كتير شاطر بيساعدني، باريش بوكا، وبرأيي هو رح يدرسني. يعني أنت هالسنة بدك تختاري التخصص؟ صح، ورح أقدم امتحانات السنة الثانية ورح أتخرج بأسرع وقت. والله خطة حلوة، بس يعني في قدامنا مشكلة صغيرة. في خدمة إلزامية للنواب بتعرفي مو؟ يعني رح بتدوري مدينة مدينة، لهيك خليكي بالمحاماة لشوفك عطول. اوف، وشو يعني يا روحي؟ أكيد بتخلص بسرعة، يا ربي دخيلك. يعني أنا ما رح كون جنبك. لكان اختص معي وصير نائب، وقتها رح تكون دائما حدي. شو شبك؟ على علمي أنت بتحب المغامرة. ما رح ننسى ليلة جيمس بوكا يلي عشناها. أو يمكن صعب عليك إنك تترك الإدارة. لا، صعب عندي هون إني بعد عنك. على كل حال تخرجي بالأول وبعدها منشوف. بالمناسبة في شيء كتير مهم صار وأنت ما لاحظت. أنت يلي رح تجهز للامتحان، يعني قريباً رح تصير أستاذي. رح يكون في عندك طالبة بتحبك ورح تسمع كل ملاحظاتك. أي هالشي كتير حلو، كملي. يعني وأنا رح كمل بشغلي وجمع مصاري كمان، والسنة الجاي بروح الجامعة وأنا مرتاحة. شو قصدك إنه رح تكملي شغلك؟ طبعاً شغلي بالسواقة. على الأغلب اللي سمعته غلط، أصلي شوفيرة. شو هي؟ شو بدي أعمل إذا ما اشتغلت؟ يعني كيف بدي أقعد بالبيت؟ لا، رح تجي تقعدي عندي بالمكتب، يعني لجهزك للامتحان. بصفتي شو؟ يعني بصفتي شو رح أجي لعندك؟ لأني بكون حبيبتك؟ طبعاً لأنك حبيبتي، ولا غلط؟ مزبوط. إيه أنا هيك بعرف إني هيك، بس يعني ياهن يحكوا عني بالشركة إني قاعدة هونيك بالمكتب لأني حبيبتك، ما فيني أقبل هالحكي. آه، ولهيك أنتي بدك تجي على المكتب كشوفيرة لإلي؟ إيه وشو فيها؟ مو أنا بالأساس كنت شوفيرتك؟ بس هلأ أنتي حبيبتي أصلي، وإذا حابة تشتغلي بلاقي لك شغل حلو بالشركة. طيب أنا لسه ما تخرجت، شو بدي أشتغل عندك؟ حتى ما فيني أتدرب. إذا الشغل سكرتيرة فأنا ما فيني أشتغل هيك شغل. آه، بس إذا أنت بدك تحطني بمكتب تيو أنا موافقة. شو رح تعملي؟ رح تركضي معه من مكان لمكان؟ هيك بدك تساوي ولا شو؟ وبعدين بتفوتي حالك بالمشاكل، ووقتها أنا وتيو رح نصير مجانين من وراكي طبعاً، لهيك خليكي مكانك أحسن. طيب لكان خليني كمل كشوفيرة لو سمحت. ليك فكر شوي، رح تفهم إنه يلي عم قوله فكرة حلوة. أصلي إنك تشتغلي كشوفير انسي. شوفي تيو، استاذ وصلت الأدلة يلي كنا ناطرينها، والنائب بده يشوفنا، وجو كان هلأ بالجلسة. شو وضعك؟ لا تقولها. إذا بدك بخبر إيلايدا. لا لا، يلا جاي. ايه يلا. طيب شو رأيك تيجي وتقابلي النائب معي؟ العرض كتير حلو، يا ريت فيني اجي، بس انا لازم روح اهتم شوي بشيشيك. يعني بكرة اول يوم لشيشيك بالمدرسة، ولأنه هي تأخرت بالمشي اكيد بتكون زعلانة. الدكتور قال صار وضع تمام وصار لازم تجرب تمشي، يعني ما رح يطول وضعها هيك. بعرف، وشيشيك بتعرف، بس هلأ رفقاتها بالمدرسة رح يركضوا ويلعبوا قدامها، هي ما رح تقدر تلعب معهم. إن شاء الله تتعود على هالشي. اللي عم بتقوليه مزبوط. بوسيلي أهل شيشيك. باريش؟
اصحك تحمل حالك ذنب لأنه ما عم نقدر نمشي بقضية شاشك، لهيك أنا ما عاد سألتك عن هالشي. أنا متأكدة إنك عملت كل شي بيطلع بإيدك، بعدين منكمل القضية نحن الاثنين سوا، وإذا فشلنا نحن الاثنين خلص وقتها منسكر على هاي القضية. اتفقنا؟ تعالي خليني وصلك. تمام، بالأول بدي اشتري هدية لشيشك، انت روح على النيابة لا تتأخر. يعني معقول اترك حبيبتي اللي بحبها بنص الطريق وروح؟ وأنا ما رح ضل بنص الطريق، رح روح على المكتبة اللي هونيك واشتري هدية لنحلتي، وكمان يمكن إذا ودعت حبيبي يطلع هالشي حلو ويعجبني، ما بتعرف. يا ريت بقدر وقف قدامك بلا كذب واتطلع بعيونك بلا خوف. يا ريت ما انجبر اني اهرب منك وانتي عم تطلعي فيني بكل براءة مثل الولد الصغير. شو اعمل اصلي؟ شو أعمل فيكي وفيني؟ معقول هاي الأنانية؟ يلي بعرفه كل ما تطلعي فيني بهاي الطريقة بحس إنه حبنا رح يكون قوي ورح نخلص من الكذب. ايه خبرني استاذ، كان لازم يصير مع البنت اصلي مصيبه لحتى يرجع عقلك لراسك مو هيك؟ هالحادث خلاني اشوف الاهم بالحياه. على كل حال الفتره الصعبه انتهت خلص، انت رفعت العلم الابيض، بس اصلي خليتك تعاني كتير، يعني اخذت عقابك على اخر نفس. بدي تضل شوفير عندي؟ لا انت عم تمزح. استاذ بحبكم هاد اكيد انتو رح تتجاوزوا كل شيء، بما انك تجرأت هاي المره خلص لازم تتجرأ دائما. اذا ما تركت الماضي رح توقع من جديد، وقتها ما رح تقدر تقوم. ما عندي فرصه لحتى اترك يلي صار بالماضي تيو، انت ما عم تفهم علي ابدا. اني اترك الشيء اللي صار بالماضي او انسى يلي صار معنا او حتى سامح حالي ما بقدر ابدا، وما بتخيل اني اعيش مع الكذبه. بما اني ما نجحت بعضل اصلي او انا بعد عنا، ما ضل عندي خيار هلأ غير إني أسعدها. ما بيحق لي بين العذاب يلي عم عيشه، ولا حتى إني أحاول أعترف له بكل شي. ما عندي حق أعمل أي شي تيو. هلأ بدي إياها تكون مبسوطة بحياتها وبس. أستاذ أنت عم تحاول إنك تسعد أصلي، وهي عم تحاول تساعدك، لسه قدامكم كتير شغلات حلوة لبعدين. شو يعني هالحكي؟ انتو بتحبوا بعض والعشاء بيكونوا هيك؟ يعني انت صرت خبير حب؟ لا بس لأني أنا هلأ حدا عشقان والتقيت بحبي قبلكم، لهيك عم خبرك شو رح يصير بالمستقبل. ايه مزبوط مزبوط. ايه شو أخبار كفتة أزمير عندك؟ الكفتة بخير، بس يعني عنا مشكلة صغيرة مع أخوها وعم نحل هذا الموضوع كرمال عيون جول. شو أعمل؟ أي شو يعني أخوها ما حب مثلك أبدا؟ بلا، بس هو رجال غريب علق علي، إذا تركنا القرار إله ما منتزوج قبل 50 سنة. أوه قلت لي زواج عن جد؟ يعني قصدي هاي هي نهاية كل طريق بنى على حب، الأخير هيك بده يصير. بتحب الله معقول نكب 20 سنة من الحب؟ أنا ما دخلني. لكان بصحة الحب. مو مشكلة. لسه ما خبرت لأصلي بشي، بدي إياها تكون مفاجأة، ما بتعرف حتى إني رايح لهنيك وما عندها علم. إيه منيح، وأنا ما رح خبر جول لكان، لأنه البنات ما بيقدروا يمسكوا لسانهم بهي القصص، دغري بيخبروا بعض. لأنه هن رفقة من زمان، لا تنسى بيعرفوا بعض من الطفولة. إيه صح. حتى هم افترقنا يا أستاذ، الله رضيان علينا، هالشي غريب والله. شكراً على كل شي تيو. لا تقول هيك، ما عملت شي لحتى تتشكرني. شو بدك تعمل أكتر؟
انت بجنبي بكل الوقت. العفو. عم بتزورها لخالتي شي؟ انا ما عاد شفتها من يوم الدعوة. ايه طبعا انا شفتها، بس يعني هي علقت شوي على موضوع اصلي، لهيك انا عم اقول شو رأيك نخبرها انه اصلي بتكون عمتها لشي لا شك. ابدا اوعك، اذا عرفت بهالشي رح اتعارض علاقتي باصلي، بتصير تخاف اني خبرها لاصلي بالحقيقة، وقتها ما عاد رح تعرف تتصرف. ايه استاذ، بس خالتي جاهدة بتحبك، برأيي يعني ما رح تعمل اي شي خليك تزعل منها. طبعا ما رح تعمل شي بيزعلني، بس بدها تحاول تعمل شي لتبعد عني رغبة لحتى تحميني أنا وهاكان، وقتها ما رح تفرق بين الصح والغلط. يعني ما رح تخبرها أنه أنت وأصلي مع بعض؟ لا طبعا أنا رح خبرها، بس بدي ارتاح شوي كم يوم يعني لحتى أقدر واجه الهموم الجديدة. طبعا طبعا أنت وأصلي تعبتوا كتير، لازم ترتاحوا شوي. طيب لك لازم روح. ايه ماشي. طلعي فيني، اصحك تتأخري، اذا تأخرتي امك رح تذبحنا نحن الاثنين عم حذرك من هلأ. ها شو بك، لا تخوفيني هيك، رح نتمشى ساعتين ونرجع. ايه طيب يلا بعدي. يلا يا روحي، مع السلامة، سلمي على امك. ايه يلا يلا. اني حبيبك وعم استناكي شعور حلو كتير، واني اهرب كرمالك شعور حلو. يلا امشي. لوين رح نروح؟ خليها مفاجأة. ايه شو اشتريتي لشيشك؟ كتاب. اشتريت لها كتاب عن المغامرات، في المشاكسين الخمسة وفي أكثر من سلسلة بحبها، لهيك جبتها. ناوية تخليها تصير جاسوسة مثلك؟ لا والله مو هيك نيتي، بس هي بتحب هالشي. بعتقد طالعة لعمتها. وانت شو عملت طول النهار بالمحكمة؟ اجتمعت مع النائب. مع النائب. ان شاء الله بيقولوا لي هالشي لألي كمان. لا ما بدي اياهم يقولوا لك هيك، ولا بدي ضل متضايق طول حياتي، بس تأسبتي انه ما رح تعملي مشاكل وانا مو جنبك وتكوني قد حالك، خليهم يقولوا لك حضرة المحامية. تمام. مبسوطة وانتي معي؟ طبعا، بس شو بدي اعمل لما انت تقلي لا؟ ابصر قصدا بدي صير نايبة اكتر من الاول، وبلكي انا كمان قصدا عم قلك لا. يعني عن جد بدك يعني صير نايبة؟ قلت لك من قبل اصلي انا بدي اياكي تركدي لتحقي احلامك، واذا كان حلمك نائبة فرح كون السند الكبير إليك، لا تاكلي هم. طيب نحن لوين رايحين هلأ؟ عمكان رح نحبه. رح نحبه نحن، لكان مكان رح نحبه. ايه مكاننا الخاص يعني لقلنا، محل ما نحن الاثنين حبينا بعض هيك شي. عن جد حجزت المكان كله قلنا؟ قالت هيك رح نرتاح أكتر. المكان كتير حلو، كأنه مسحور. مسحور فيكي. يلا تعي.
ريحتها كتير طيبة. هالوردة بتشرح بالضبط لذة الحياة والتجدد يلي بيصير بحياتنا، حتى بياضها بحسه بيعكس صفاء النفس والقلب. عن جد ريحتها الطيبة عبيت المكان، ومنظرها بياخد العقل مثلك بالضبط. وانت بتشبه الشجرة. آخ، يعني في براسي له معنى حلو، بس لما قلته هيك هلأ طلع سخيف، ما قصدي المعنى الحرفي. يعني مو في شجر كتير بالغابة؟ أشكال وألوان. أنا لقيت شجرتي الخاصة لأني حسيتها مختلفة عن باقي الشجر، مخباية بقلب عالم حلو خاص فيها، وأغصانة ممدودة كأنه ما لا نهاية. صارت بيوت للعصافير وسناجب الغابة، فيك ترتاح وتتخبى بظلة. من برا بتحسسك بالأمان، بس بنفس الوقت غامضة ما فيك تحسب بعد جذورها وقديه هي قوية. برأيي أنت نفس الشي. أي طيب لكان بصحة الورد وكمان بصحة الشجر. طيب أنت أجيت هديك الليلة لهون، كنت قاعد لحالك. شو أول شي خطر لك وقت شفتني قدامك؟ قلت هالبنت جنت، شو بدي أقول؟ بس هيك قلت؟ ايه بس هيك. خلص خلص رح خبرك. خطر على بالي أفكار حلوة كتير، وكل واحدة أبشع من التانية. قعدت هون مع مشاكلي عم بتعذب يعني لحالي، وبعدين اطلعت وشفت بنت واقفة قدامي والنار عم تطلع من عيونها. قلت هي معصبة مني وجاي لهون لتبهدلني أكيد. بس أنا ما أجيت لحتى بهدلك. طيب جيت كرمال هيك، بس معي حق، يعني أنت حطيتني بوضع كان كتير بشع. بعرف معك حق، يعني مو مثل ما أنت مفكرة، بس بلا معك حق. لا عاد تقاطعيني، رح كملك. شغلتي النار بعيونك وجيتي لعندي وبلشتي تحرقيني معك. معك حق، صحيح معصبة بس كتير حلوة وبتحبك كتير. طيب من شو كنت مدعية بهديك الليلة؟ يعني شو الشيء يلي كان شاغل تفكيرك وكمان متعبك؟ شو هو؟ شو رأيك ما نحكي بهالشي؟ ليش؟ مو هاي أحلى ليلة بحياتنا لحتى نحكي عن هذا الشي؟ اليوم نحنا خلقنا جديد مع بعض، مو لازم نخبر بعض عن كل شي بحياتنا؟ لما نحنا جينا لهون كنا كمدير وشوفيره، وهلأ نحن أصلي وباريش ومنحب بعض. عم بسأل عن الشاب يلي أنا حبيته، بدي أعرف شو كان صاير معك بهديك الليلة، شو همومك ومشاكلك. عم بسأل عنك وعن كل شي بخص حياتك باريش.
خلص تراجعت عن كلامي، خلينا ما نحكي عن هديك الليلة، انسى، خلينا نحكي عن غير شي. أي نوع من الطلاب كنت بالابتدائي؟ أكيد كنت شاطر بكل دروسك، الأول على المدرسة، ما أخذت ولا تنبيه وأكيد ما كنت تشاغب بقلب الصف. أكيد كانوا الكبار والصغار بالمدرسة بيحبوك مو هيك؟ شكراً إليك. على شو؟ لأنك فهمتيني. يلا لو سمحت خبرني يلا يلا. أكيد رح تستخدمي هالشي ضدي بالمستقبل. بوعدك ما رح أعمل هيك شي، والله عن جد أساساً هاد الشي صار وخلص بالماضي، خلص مع مرحلة الابتدائي أساساً. يعني حبك الأول كان بمرحلة الابتدائي؟ لا أبداً، نحن عم نحكي هلأ عنك وعن حبك الأول. أي طيب رح خبرك وأخلص. حبي الأول ما كان بمرحلة الابتدائي، كانت البنت صعبة خلتني أعاني كتير. عن جد شو عملت معك؟ ما طلعت بوشي حتى، عملت كتير شغلات لا أقدر أثر عليها وحملت الذنب عنها. أنو ذنب؟ ما عم بفهم، هي كانت موكلتك؟ مو هيك القصة، يعني هي بالأساس ما قبلت أني دافع عنها، كانت دايماً توقف بوش الحياة. إيه طيب شو كان ذنبها؟ يعني عن جد أنت حبيت واحدة مجرمة؟ أي والله للأسف عملتك عصفور صغير بس طارت. آه؟ أي أصلي مثل ما قلتلك، لا وفوق راحت خبرت الأنسة وحاولت تضربني بالفرصة كمان. عن جد انت هلا عم تخبرني عن حبك بالروضة؟ اي شو فكرتي لكان؟ وانا واقفة هون مثل الهبلة قدامك ناطرة كمالة القصة؟ عملت هذا الشيء قصدا ما هيك؟ طيب هلا بتشوف كيف رح خبرك عن حبي الاول كعقاب لك. روقي روقي ما بدي تخبريني بنوب. اه وليش يا روحي؟ ما بصير يضل بيناتنا اسرار، لهيك رح خبرك. طيب حبي الاول ما كان بريء، يعني مثل قصتك، يعني أنا ما رح أقدر أنساه طول عمري، عرفت حالي بسببه، خلاني أشوف حياتي من جوانب ما بعرفها. طيب أصلي بكفي، وبس يعصب بصير أحلى وأحلى بكتير، وأنا ما فيني أعيش بدون ما أرفع ضغطه. بتطلع بعيونه الحلوين وبضيع بزرائن يلي مثل البحر. أصحيك تروحي أصلي. حتى لما قلت لي روحي ما رحت. منيح أنك ما رحتي. وأنت أصحك تقلي هالشي مرة تانية، ما فيني أتحمل إذا درت لي ظهرك ومشيت. لا تخافي، طالما أنت ما بدك تروحي ومقررة مستحيل أعمل هيك معك، ما بتركك. Koştum geldim senin kollarına. İç
İçimde yanan hasretimle ben baktım durdum senin yollarına. Sensizlik bir ölüm sanki. Ta uzak yollardan koştum geldim senin kollarına. İçimde yanan hasretimle ben baktım durdum senin yollarına. Sensizlik bir ölüm sanki. Haykırsam göklere artık yanımda beni benden çok seven. Dünyalar benim olsa yine de istemem. Yalnız sensin benim yüzümü güldüren. Bir rüzgar dinlesen ayrılıklarla bizi kahreden. Gözlerimde tüten bir aşktın sen. Yıllar yılı bitip tükenmeyen. Çok özledim seni ben. Haykırsam göklere artık yanımda beni benden çok seven. Dünyalar benim olsa yine de istemem. Yalnız sensin benim yüzümü güldüren. ما تمر وأخذك بكرة؟ شو رح تعملي إذا أخذتيني؟ إيه رح وصلك على المكتب. مو أنا شوفيرتك؟ لا مانك هيك. إيه طيب لكان أنا رح أرجع على التاكسي، وإذا كان إلي طريق من جنب مكتبك بمر وبسلم عليك. خلص أصلي. بس أنت عم تتخطاني كتير. لا تفكر إذا تخطيتني رح سكر على السيرة. يا أنت يا التاكسي، اختار وحدة. إذا كنتي مصرة تشتغلي فتدربي عندي، حتى لو مالك متخرجة مو مشكلة، وما في داعي برر شي لحدا. ها يعني بدك يعني نخدعون باريش؟ أنا أساساً بحب أني بشتغل هاد الشغل. ما بدي إياك تقدم لي فرص عندك بس كرمال ما أشتغل شوفيرة عندك بالشركة. شو الشي اللي بيزعجك إذا أنا كنت شوفيرتك؟ شو هذا الحكي أصلي؟ عم حاول سهل عليك أيامك الجاي، يعني السواقة صعبة ورح تتعبك، وكمان ما لها علاقة بمجال دراستك. هاد السبب. بس أنا مبسوطة بشغلي، وكمان يعني ما رح أقدر أشتغل بسبب الدراسة، ولازم جمع مصاري لدراستي. ما عاد في داعي تفكري بالمصاري بعد هلأ أصلي. بدي إياكي تركزي على مستقبلك وبس. ليش؟ لكون ربحت لي شي ورقة يا نصيب وما عندي خبر بنوف. مو هيك. لا مو هيك يعني.
هلأ صار في عندك شجرة لحتى تستندي عليها بكل الأوقات. لكان الواضح أنك اخترت التاكسي لحتى أكمل فيه. أصلي باريش، أنا ما رح أخذ مصاري من حدا، لا تتطلع هيك. هاي هي البنت اللي حبيتها. أي تمام بعرف، واضح، بس عم حاول سهل عليك حياتك مو أكتر. أي طيب، وأنا هلأ عم قلك أسهل وأنسب طريق لكمل حياتي وكون مبسوطة. وأنا عم قلك مستحيل، لا عندي ولا بالتاكسي. ما في داعي تضلك شوفير. وليش ما في داعي لهالشي؟ لأنه نحن مو بعازة هالشغل. لو سمحتي سكري هذا الموضوع. شفت آخر شي قلته؟ قسم نحن مو بحاجته؟ عجبني كتير. بس الوضع ما رح يكون مثل ما أنا كنت مفكر. طيب شايفة إنك سكتت، بس الموضوع ما تسكر. أوف يا الله، كتير حلوين، اطلع عليهم. آه كيف طاروا بالسما. آه ليك شفتهم مو؟ ليك هي أول وحدة طيرناها على شكل وردة، شفتها؟ إيه هلأ رح تنقبل أمنيتك. أمنيتي انقبلت من زمان أصلاً، وكمان اتحققت بشكل كتير حلو. أنا كتير مبسوطة يا باريش. أنا قلت لك إنك مثل الوردة. وعلى الأغلب بردتي. امشي. ليك رح أقول لك شي. مو أنت صرت أستاذي هلأ؟ مزبوط مو هيك؟ مزبوط أصلي. طيب أنا رح أهتم بقضاياك بعد هلأ، يعني كدروس إلي. يعني ممكن عندك تطلع قصص بدها جاسوسة محترفة، لهيك أنا عم أقول إنه لازم جيب تياب للتجسس. أي مزبوط، لازمك هيك شي. دائماً كنت قلك هذا الشي، بس أنت ولا مرة أخذتني على محمل الجد. فجأة منصير بحاجة تياب تجسس ومنضرب إيدينا وما ملاقيهم. يي نحن لوين رايحين؟ بعرف مكان حلو كتير أصلي، منشوف المنظر أول ما تطلع الشمس. نحن رح نشوف الشمس أول ما تطلع؟ يعني ايه. للصباح؟ ليش لأي ساعة أخذتي الإذن؟ قلت إذن؟ أنت مو مخبرة أهلك أبداً. طيب لوين قلتي له رايحة؟ بالبيت. أصلي شو المتصلة فيني كتير؟ ايه طبعا رح تتصل، طلعت على اساس ساعتين ولك قديش صار
تأخرت الساعة. ماريش لا توقف، يلا امشي، لازم روح على البيت بسرعة لو سمحت. يلا بس ساعتين اساسا، ليش عم تكذبي على عيلتك اصلي؟ شو كنت بدي اقول لهم؟ بدي اقول لهم رايحة اتعشى مع مديري عشاء رومانسي. بتتعشي مع مديرك؟ لك نحن صرنا مرتبطين، يعني لازم تخبري عيلتك بهالشي. امي واخي كمان. باريش انا ما بعرف شو العالم اللي عايش فيه، بس عالمي ما فيه هيك شغلات بنوب. نحن اساسا شخصين من عالمين مختلفين. يعني انا هلا لازم وصلك على البيت وننهي المشوار مو هيك؟ امري لله رح وصلك. رح نلتقي بكرة مو هيك؟ الصبح رح أخذ شيشيك على مدرستها، يعني ما فيني أرجع قبل الظهر. إمتى رح ترجعي طيب؟ يعني يا ريت تشرحي لي لأنه عقلي تخربط شوي. عم بمزح معك شبك. إذا كنت شوفير عندك رح كون حدك بكل الأوقات، ما منجبر نحدد وقت. أوف، يعني لما صارت كل هاي القصص معنا بنفس اليوم تشوش عقلي. خلص منحكي بكرة. تصبح على خير. وانتي من أهله. لازم شوفك بسرعة، وينك هلا؟ تيو شو بدي ساوي مع البنت؟ شو صاير؟ في شي مو منيح؟ ما حبت المفاجأة؟ كل دقيقة بيطلع شي جديد. اجت لتشوفني بدون ما تخبر أهلها وكذبت عليهم كمان. لك أساساً إذا عرفوا ما رح يخلوها تطلع. لكان أهلين فيك بحارتنا يا أستاذ. شو قصدك تيو؟ بدك تصير تحسبها بس ترتبط ببنت من حارتنا، هي التقاليد تبعنا. شو يعني رح تطلع بهالطريقة دائما؟ اشكر ربك انك قدرت تطلعها بهيك ساعة. البنت لازم تكون ببيتها قبل ما تعتم العين، نقطة. هذا القانون. اي لحظة، بس هي من قبل ضلت معي وقت قضية سميح بالفندق، وحتى خبرت أهلها بهالشي وسمحوا لها. اوه، ما حدا غير ربك بيعرف شو قالت لهم لأهلها ليسمحوا لها بهالشي. بالله جد؟ ايه. لا تقولتيو. طيب شو عمل؟ روح واحكي مع عيلتها؟ يعني حكي أخوها؟ مع أخوها. أخوها لجهول معطاك كم سنة؟ 20. 20 سنة؟ ايه. هلا مو معقول. هلا حكي إذا بدك، بس برأيي طول بالك وأنت أدرى. شو عم تشرب؟ مثل العادة. أي طلب لي مثلك. الصبح أصلي بدي توديها لششك على المدرسة، تعرف أنت أي مدرسة؟ لا بس إذا بدك منعرف. ليش بدك تروح لهنيك؟ عمول إني روح، يعني رح واجه عيلتها إذا هلأ ولا بعدين. مزبوط اللي عم تقوله، بس بخاف ما تتحمل وتخبرها بكل شي من لما تشوف البنت الصغيرة قدامك. لا هالاحتمال مو موجود، قلت لك من قبل. التفكير بشي غير لما تشوفه بعينك. أنت ما جربت تواجهها أستاذ، هذا الشي مختلف تماما. وأنا عمول إنه هلأ صار الوقت لحتى نعيشه. بدي اتعرف بكرة على ششك. اه؟ هاد ذنبي أنا يا أصلي، غلطي أنا، ما رح خليكي تدفعي الثمن. أنت جاهزة يا نحلتي؟
يا صبايا باريس بيك، انت هو مدير العمتي؟ ايه انا. اللي باريس بيك، انت شو جابك لهون؟ عرفت انه اليوم اول يوم مدرسة للحلوة الصغيرة، مزبوط هالحكي؟ وتأخرت هالحصة الاولى، بس انا رح فوت على المدرسة هلا وتعود على الوضع الجديد لحالي. تتعودي على الوضع الجديد؟ هالشي بيلبق لجاسوسي مثلك، لكن رح تحتاجي هالشي. شو هاد؟ انت اشتريت لي مكبر؟ طبعا، لانه المحققين ما بيستغنوا عن المكبر لحتى يشوفوا اصغر الادلة. بأرجيك كل شيء قدامك بوضوح، عم تشوفي؟ كتير حلو يا روحي. شكرا لك، انا كتير حبيته. طيب، لكن هلأ خلينا نروح على صفنا اللي مليان أدلة غامضة. أي تمام، رح كون ناطرك هون. شوفك باريس بيك. باي باي يا حلوة. ألو، باريس بيك؟ ألو شيرين، احجزي لي طاولة لشخصين على الغداء بنفس المكان تبعنا. طبعاً باريس بيك. اي كمان جاهدة خانم عم تستناك، اتصلت فيك بس ما رديت عليها. وشو عم تعمل عندك؟ اجت مشان تعمل لك مفاجأة، رح تستناك لحتى ترجع. أنا اليوم رح أتأخر، لا تخليها تستنى، بس خلص بمر لعند على البيت. حاضر باريس بيك. وانت كيف قدرت تلاقينا؟ عندي جواسيس كتير. أفكرة شيشك كتير حبتك. وأنا حبيتها، البنت كتير مهضومة. وانت دغري قدرت تفوت على قلبها، وخاصة المكبر، فوتها على جو الجواسيس من هلا. ايه، رح تستنيها ليخلص الدوام؟ لا، ما بدها هالشي. قال شو؟ ما بدها يقولوا عنا الطلاب جاي على المدرسة مع عمتها. يا ترى مين بتشبه؟ شو رح تعملي؟ رح ترجعي على البيت؟ لا، أنا لساتني شوفيرتك الخاصة، يعني هاد اللي بتعرفه عيلتي، لساتني بشغلي، بس أخذت إجازة للظهر. يعني هيك عم بتحطيني بموقف صعب، بس ماشي، تعالي معي لنحل موضوع الشغل هاد. يلا منحله. السيد باريس قال لي إنه رح يتأخر مشان ما تستني على الفاضي جاهدة خانم، بس هو رح يمر عليك بس يخلص. فهمت يا روحي. طيب، وهلأ وينه باريس؟ هو قال لي إني حجز له موعد غدا لشخصين بالمطعم اللي بروح عليه دائما، يعني بعتقد في عنده موعد شغل مع وكيل. هي أكيد متأكدة إنه في عنده موعد شغل. طيب شيرين، أنت فيك تروحي هلأ. شكرا إليك. العفو جاهدة خانم. شكرا، تفضلي. باريس، انا بعرف انك شايف الموضوع سهل من بعيد، انا حاسه، بس لما بدي اخبر اهلي بخبر بخصني مثل هيك، انا لازم افكر 100 مره قبل ما احكي، لانهم بياكلوا همي وبيحسوا حالهم مقصرين بحقي. انت اساساً بتعرف موضوع الجامعة، انا ما بدي اخبرهم عن كتير قصص بحياتي مشان ما يزعلوا علي اكتر. يعني مستحيل يقبلوا علاقتي فيكي؟ لا هيك خبيتي هالشي عن شيشك؟ باريس، لو سمحت ما تفهم كلامي بشكل غلط، في شغلات عم تمنعني من اني اتقرب منك، انت ما عم تخبرني عنه، وكمان ما فيك تقلي إذا أنت حليتها، أنا هلقانة بهي القصص. ما بعرف شو هو هذا الشي اللي أنت مخبيه بقلبك، بس أنا رضيانة، عن جد رضيانة بهالشي. ما فيني فوت عيلتي بتوتر قصة ما بعرفها. يعني أنت مانك واثقة فيني لهلأ؟ أنا واثقة فيك، بس أنا ما بعرف شو الشي اللي أنت مخبيه عني. لهالسبب ما بدي قلهم، بس بعرف إنه حبنا رح يتجاوز كل هالشي ومآمنة فيه،
ما رح يكون سهل وأنا شايفة هالشي. أي طيب، رح يصير مثل ما بدك أنتي، وحتى إذا هالشي رح يريحك خليكي شوفيرتي. شو قلتي؟ بس عن جد كيف خليتك توقع بالفخ؟ قلت كل هذا هلأ لحتى أقدر أفحصك عن قريب. إذا ضليت شوفيرتك الخاصة وقتها رح ضل عم راقبك مع مين ولوين عم تروح. لك يديشك قوية وعنيدة يا بنت. شكراً إلك. شكراً كتير. إيه وهلأ لنشوف أنو أكتر أكلة اسمها غريب لحتى أختاره. يعني شو هالمسخرة؟ اخترت أكلة اسمها أطول من حياتي ومع هيك جابوا لي صحن فيه لقمة صغيرة. بتحب الله، هذا مين بيشبع؟ طيب اهدي هلأ بتطلع بشتري لك كعك. آه دخيلك، خد هذا الصحن من قدام وشي. آي انتزعت شي؟ اطلع فيها منيح شوف لي انتزعت. روقي روقي، ما صار لشي، لسه مثل ما هي، لا تخافي. ليك شو رأيك إنه ما ألبسك اليوم؟ خليها بس للمناسبات الخاصة، بضلني متوترة وخايفة يصير لها شي. ما بيصير له شي، كانت رح تصير معركة بين إخوات عائلتنا بسبب هاي البكلة. يعني هو تخطى معارك كتيرة فبيتحمل. آه ليش كان رح يصير معركة؟ أربع أخوات والأربعة كانت عيونهم على هالبكلة، بس بالآخر ستي صارت يكون من نصيب أمي. ليش أمك شو عملت له؟ ولا شي، الكل عملوا حرب على خالتي جاهدة كرمال هاي البكلة، وأمي بوقتها ضحت بحالها وما طالبت بالبكلة أبدا، لهيك عطتها إياها ستي. قديش أمك حدا طيب؟ طيبة كتير. وخالاتك هنن يلي اعتنوا فيك بعد ما خسرتها مو هيك؟ ايه بالحقيقة خالتي جاهدة، خالتي هندان كانت متزوجة، وخالتي فريدة برات البلد، لهيك كبرت مع خالتي جاهدة. يعني تقريبا بتعتبرها مثل أمك. يعني أنا بوقتها حطيت خالتي جاهدة مكان أمي، وأنا كمان كنت بمكان ابنها اللي خسرته. بعتقد كنتوا العلاج لجروح بعضكم. أصلي ما تتوتري بخصوص موضوع خالتي، أنا بوعدك ما يتكرر الشي اللي صار. مثل ما توقعت، عطيت البكلة تبع أمك وهالشي ما بينسكت عنه. صحتين وهنا. خالتي شو هالمفاجأة الغريبة هاي؟ بجي لعندك بما انك ما عم تجي لعندي. يلا عدوا يا اولاد عدوا. انت بتعرفي اصلي بالاسم بس هلا صار الوقت لعرفكن على بعض. اصلي
خالتي جاهدة. كيفك خالي؟ الحمد لله منيحة، وأنت كيفك؟ الحمد لله شكراً. آسفة، كنتوا عم تحكوا بشي خاص مو هيك؟ قطعتكن؟ لا، منيح إنك جيتي، لأني كنت حابب أعرفك على أصلي. على أن حبيبتك الجديدة مو؟ إيه، البنت يلي حبيتها. لما اتنين بيحبوا بعض فواجبنا انه نحترم هذا الشيء. باريش، انت اساسا ما تركت لي خيارات تانية، بس اذا انت كنت بتحب اصلي عن جد فعادي، نحن مع الوقت رح نحب بعضنا. يعني بالمختصر الله يسعدكن يا روحي انتو. شكرا خالتي، فرحتيني بهالكلام. عن إذنكم لازم رد على التليفون. ألو. نعم جاهدة خانم، بصراحة فكرتك ما رح توافقي على علاقتي مع باريش، بس عن جد شكراً لألك لأنك عطيتينا فرصة. وأنا بقلك لا تنغري بكلامي اللي سمعتي بحضور باريش. للأسف أنت مالك أي مكان بقلب عيلتنا، أنت مالك شي عنا بنوب، فهمتي؟ ما فهمت. أنا ما رح أرضى بهي العلاقة بأي شكل من الأشكال، وبحياتي ما رح أرضى فيكي. أنا متأكدة إنك بنت منيحة، وإلا باريش ما كان رح يحبك لهالدرجة. بس بعائلتنا إنك تكوني منيحة هذا الشي ما بيكفينا أبداً، لازم تكون كنيتك مهمة. يلي بدي أقوله هلأ، الأحسن إنك ما تتعودي على هالبكلة يلي أخدتيها وحطيتيها براسك. تمام، أنا فهمتك منيح جاهدة خانم، بس أنتي كمان فهميني، أنا عن جد بحبه لباريش وبحترمه. باريش ما تخلى عني ولا للحظة واحدة، لهيك ما حدا بيقدر يبعدني عنه. حلو كتير، معناتها واثقة من حالك لهي الدرجة. أنا واثقة بحبي يا جاهدة خانم. معناتها مستعدة تدخلي بهاي الحرب. إيه؟ مستعدة حارب مشان باريش.